السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، إن شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة أسرار العالم الروحاني لمواليد برج العذراء، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. وبعد القراءة هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا برج العذراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشف، وكنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل، اكتب تام وهديك اللينك العلاج او الرقم امامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشف، ورد العذراء، صلي على الحبيب المصطفى في التعليقات فضلا وليس امرا، وادعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. شايف انت وقع عليك ظلم، يعني انت وقع عليكم ظلم. شايف الظلم؟ يعني من الناس دي ما كانش لكم علاقة في أي الظلم ده، وعلشان كده الفترة دي شايفكم خايفين من بعض الناس، عندكم ضيق في الصدر، عندكم خنقة بتديلكم من غير سبب، بس عندكم رسالة قوية الفترة دي بإذن الله تعالى. الرسالة دي فيها طاقة إيجابية، فيها خروج من الهم اللي انتم فيه، فيها خروج من الضيق اللي انتم فيه. البعض منكم بإذن الله تعالى عندكم يعني اسم كبيرة في سفر او في وظيفة او في شغل، يعني شايف اسم كبيرة هيردع المال، يعني يردع مال، هيكون عنده ربح كبير من المال بإذن الله تعالى. شايفك عندك هتربح، اسمك هيعلى في شأن الوظيفة او الشغل او السفر او المال. صلي على الحبيب المصطفى. في حد عندك انت متعلق به جدا، تعبان، ان شاء الله ربنا يشفيه. الشخص ده تعبان كبير في السن، سواء والده او ولد او حد قريب عليه تعبان، ربنا يشفيه باذن الله تعالى. شايف هنا كمان ما بينكم وما بين حد وقعت فتنه او وقع كلام، وانتوا سمعتم لشخص واحد ماشي، كانش ليك الحق انك تسمع من الاشخاص دول، كنت حقك تشوف من الاثنين، بلاش تسمع من شخص واحد فقط. شايف عندكم الفترة دي عندكم في تغير من نفسكم، يعني شايف ان انت هتغيروا من نفسكم بشكل كبير جدا، يعني شايف ان انت هتكونوا صادقين جدا في مشاريعكم، بس انا شايف عندكم بومة، شايف عندكم بومة او يعني تعبان، ده عمال يبخ سم عليكم، عمال يبخ سم، عمال يأذيكم، عمال يبخ سم عليكم بالحسد. شايف ان انت عندكم سحر، عندكم سحر، سحر شديد مأثر عليكم فعلا، هو اللي تعبكم فعلا، هو السحر يعني شديد ولفترة، فخلي بالكم عشان عندكم شوية عرقيل شوية، بس انا شايف عندكم مخرج وشوية تعب، لكن هيكون عندكم مخرج للطريق الصحيح بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغرب. شايف ان الفترة دي، الفترة دي هيكون عندك خروج من حياتك، خروج من كركبة، خروج من تعب. هو انت ماشي عندك مشكلة، المشكلة دي بتحاول تحلها بقدر المستطاع، بتحولها بأي صفة او بأي طريقة بتحاول تحلها ماشي. انا شايف عندك الباب مقفول امامك، باب الحظ، باب السعادة، باب الرزق مقفول امامك، ان شاء الله هيتفتح بإذن الله تعالى. شايف هو ماشي مأثر كل حاجة عليك، السحر ده مأثر عليك، التوتر والحيرة، التوتر والحيرة، لكن ربنا شايلكم حاجة كبيرة قوي فيها خير ليك. انت ماشي في وضع عصبي، في وضع توتر، لكن شايف برضو في اختلاف ما بينكم وبين الشريك، في اختلاف ما بينكم وبين الشريك، في ناس متعمدة يعني انها توقع ما بينكم او تأذيكم، الناس دي متعمدة انها تأذيكم. شايف برضو ان انت في حالات كثيرة محطوطة على اكتافكم، شايل حمل كبير، شايل ضغط كبير، بس عندك انتصار على شخص او اشخاص برضه. في مبلغ مالي دايلك بفضل الله تعالى، المبلغ ده كويس، بلاش التسرع، وبلاش التسرع كنا والطاقات السلبيه. انت عندك كميه عصبيه شديده، عندك عصب شديد، عصبك يعني عندك صوتك بقى عالي، بتنرفز بسرعه، بتتعصب بسرعه. شايف عندك ترقيه في العمل، يعني في ترقيه حلوه، في تحسن في حاجات كثيره عندك، يعني انت ماشي بالكم مشغول، بالكم مشغول بالريسك، بالكم مشغول بحاجات كثيره، لكن عندكم حاجات كثيره او حاجات مليحه كثيره جدا بفضل الله تعالى. شايف عندك هنا قاعده او جلسه هتكون في صالحك، في توقيع اوراق، دي التوقيع ده هيكون لصالحك.
شايف عندك راحة الفترة اللي داية بإذن الله تعالى. انتوا هنا ماشي ما بتحبوش تأذوا حد، ما بتحبوش تتكلم على حد، ما بتحبوش تأذوا حد خالص. شايف ان انتوا قررتم برضه ان انتوا تاخدوا قرار حاسم، هتاخدوا قرار يعني هيعلي من شأنكم. عندكم تغيرات كتيرة جدا، عندكم برضه حاجات يعني بالوضع اللي انتم فيه ده هيتحسن بإذن الله تعالى، وهتردع الفرحة وهيكون عندك أكتر من فرحة. خلي بالك بس من الستات اللي بيتكلموا عليكم، الست اللي عماله تبخسم عليكم، خلي بالكم من الستات، لان انتوا باين عليكم الارهاق، باين عليكم التعب قوي، باين عليكم الضغط، يعني هو مسبب لكم اذى او مسبب لكم تعب او مسبب لكم مشاكل. يعني انا شايف عندكم يعني طاقات سلبيه شديده. هتاخد حقك، انت ماشي اتظلمت لك حق وهتاخده، اتظلمت حقك رادع بإذن الله تعالى وهتاخذ حقك ليك. أنا شايف فيه رجوع حق، رجوع حق رجع لك بإذن الله. بس أنا شايف في حد هنا بيحاول يجيب اللوم عليك، بيحاول يتكلم عليك، بيحاول يجيب الطاقات السلبية عليك. شايف هنا في تواصل، يعني التواصل ده ما بينك وما بين حد. شايف في كلام ما بينكم، يعني شايف في يعني في كلام ما بينكم او في تواصل، او شايف في عرض شغل، عرض شغل او عرض وظيفه. بس خلي بالكم، دايما بقول لكم خلي بالكم وما تضيعوش اي حاجه من وشكم، او ما تضيعوش اي حاجه من حياتكم. شايف الفتره دي، يعني شايف الفتره دي انتوا قافلين على نفسكم، مش عايزين تتكلموا، مش عايزين تتعاملوا، مش عايزين تفتحوا اي حاجه او تفتحوا اي موضوع بسبب حاجات كثيره، حصل مشاكل او حصلت حاجه. لكن في صلح جديد، في سفر جديد، في فرصه جديده برضه عندك، في حاجات كثيره عندكم في حياتكم هتتغير. قدر ربنا ليكم يفتح لكم الابواب المغلقه، في طاقه ايجابيه ديالكم باذن الله. يعني شايف يعني كمة الارهاق اللي عندكم هتنتهي، هبشركم باذن الله تعالى. يعني شايف ان انتوا هتمسكوا مبلغ من المال او منصب حلو، يعني هيكون عندكم فرحة كبيرة. انتوا دايما واثقين في نفسكم، بس واحدة الست دي متعمدة انها تؤذيكم، لانها حطاكم في دماغها بتحاول تؤذيكم او تتعبكم باي طرق. فبقول لكم خلي بالكم من الست دي، الست دي طويلة وتخينة، بتهتم جدا بنفسها، بتحب نفسها كتير قوي. خلي بالكم من الست دي، عشان الست دي عايزة توقعكم في أذى، عايزة توقعكم في أذى كبير. ربنا هينديكم بإذن الله تعالى من هذا الشياطين أو المشاكل اللي أنتم فيها. عندك كمان هنا حاجة جديدة هتحصل، يعني من بعد الضيق أو التعب اللي أنت فيه هتحصل الحاجة دي حلوة. شايف الأمور هتبدأ تتظبط معاكم بشكل تجريدي بفضل الله تعالى. في عندكم برضه أنا شايف خاتم خطوبة في أرض بيتكم، ممكن يكون زواج بيتكم أو خطوبة في أرض بيتكم أو فرحة أو زواج أو رجوع للمنفصلين. في رجوع للمنفصلين، في طاقة جديدة، طاقة مختلفة، طاقة حلوة، زواج بإذن الله تعالى. شايف إنها في كذا حاجة تتجدد عندكم، في طاقة يعني مختلفة كبيرة بشكل جدا. يعني شايفنا بس انتوا هنا متعرضين للأذى، متعرضين للأذى، بتتعرض للأذى كتير بسبب الستات دي. بس انا شايفك منتظر حاجة، عندك طاقة انتظار، عندك طاقة انتظار كبيرة. بس عندكم امر هيقضى، عندكم حمل ماشي شايلينه على اكتافكم، الهم ده هينزاح والحمل ده هينزاح من عليكم. شايف عندكم مشروع كبير هتدخلوا فيه او داخلين فيه، فيه دعم، في دعم حد يساعدكم. في نفور ما بينكم وبين الشريك بسبب السحر اللي قلت لكم عليه. شايف ان انت والشريك في مشاكل ما بينكم او حصل انفصال. شايف في نفور ما بينكم بسبب السحر، التفريق بسبب السحر كما قلنا. شايفكم برضه ان انتوا في خروج طرف ثالث من حياتكم، الطرف الثالث ده هيمشي من حياتكم وهيخرج من حياتكم. الطرف الثالث ده هينتهي، الطرف الثالث ده من حياتكم. شايف عندكم هنا بتحاول تشتري منزل او حابب تخرج من المكان اللي انت فيه، حابب تسافر او حابب تشتري مسكن جديد.
لان انا شايفك انت منعزل في هذا المسكن او حابب محتار مخنوق، صحتكم تعبانه الفتره دي، قام حابب تغير من مكان لمكان، حابب تغير من المسكن اللي انت فيه تشتري مسكن جديد. شايف عندك بتخلص اوراق لهذا المسكن وراح تنقل باذن الله تعالى في المسكن الجديد ان شاء الله، لان انت في ارض بيتك مش مرتاح. ارض بيتك حاسس ان في ظلم، حاسس ان في كذا حدا تعباك في ارض بيتك، في كذا طاقه سلبيه، فحابب تنقل من المكان اللي انت فيه او حابب تشتري مسكن جديد. شايف انه برضه ان انتوا هنا من ما حبيتوش او مش حابين تتكلم مع حد، مش حابين تقعدوا مع الناس، حابين تنعزلوا، حابين تكونوا مع نفسيكم، بس في فرحه باذن الله تعالى. الفرحه دي هتطلعكم من اي حاجه، في رزق حلو دايلكم او فلوس ديالكم باذن الله تعالى. بس السحر التفريق ده، السحر المعمول ده، السحر الست دي متعمده تاذيكم، بس ان شاء الله هتخلصوا من هذا السحر بقدره الله تعالى، لان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب باذن الله. صلى على الحبيب المصطفى. طريق السفر قدامك مفتوح، انت بتخلص اوراق عايز تسافر، سفر شغل او سفر فسحه، يعني شوف طريق سفر قدامك مفتوحه باذن الله تعالى وهتسافر، عندك طريق سفر. في حد عايز يردعكم الفتره دي او عايز يكلمكم او عايز يتواصل معاكم، يعني انا شايف في حد عايز يردعكم او عايز يتواصل معاكم، لان انا شايفه حابب يردع لكم. شايف هنا ما بينكم وبين حد مشاعر قويه جدا، هتاخذ فيها قرار حاسم هذا المشاعر او هذا التواصل. شايف ان انت تاخذ قرار حاسم. شايف هنا عندك فرحه، الفرحه دي جميله ليك، عندك فرحه ديالك باذن الله، تخص نجاح، تخص اولادك الفرحه دي، تخص نجاح، تخص خطوبه، تخص ارتباط. شايف انها في فرحه هتكون مبسوط منها. انتوا بتشتكوا ماشي، بتشتكوا من ظهركم، بتشتكوا من التعطيل، من المشاكل، بالخنقه، وكنا من السحر احبابي في الله، احبابي في الله، والفرحه موجود. شايفك ان انت بتعاتب حد، بتتكلم مع حد، في عتاب ما بينكم وبين شخص، ممكن نقول خطيبك او زوجك، في عتاب ما بينكم، بس في صلح بعد العتاب ده، بعد العتاب في صلح باذن الله تعالى. لقاء مع حد، اللقاء دي في خير، في فرحه، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رساله ديالك، رساله فيها فرحه ليك، فيها سعاده، انت منتظرها باذن الله. بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة، شايف في بشرة بالمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية، شايف في بشرة بالمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي أذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك وهيردعوا، لأنك يطلبوا منك السماح، لأن أنت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي أنت بتعمله مع الناس بيدي لك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيدي لك العكس. شايف عندك صلح أنت وحد عزيز على قلبك، شايفك هنا برضه زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان مخنوق متضايق، قلبك مكسور حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الكاش، ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، بتقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني، عندك دعوة بإذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، هم اللي غدروا بيك، اقرب من ليك هم اللي غدروا بيك، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك بإذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزه تدمر حياتك، الناس الحقوده، الناس اللي عايزه تاذيك، عايزه تدمر حياتك، خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك باذن الله تعالى ناجحه، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح، بتكون صح،
بس عندك أصدقاء خبيثة، أصدقاء حابة توقعك في شر أعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا ناوي على سفر، ناوي على سفر خارج البلاد، مستني دعم أو مستني لقاء مع حد أو مستني مكالمة. شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة، في حد هيساعدك وهيدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تاخدش حدا من حد. خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا، خلي بالك، خلي بالك، علشان شايف صحتك في النازل. المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بيحاول يأذيك، بيحاول يطعنك، بيحاول يكسرك، بيحاول يأذيك. خلي بالك، انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه. الشخص ده مسدون او بعيد عنك، او هو مخنوق او في ضيقه او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه. الشخص ده ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه، بسم الله. شايف هنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال. بلاش تفكر حاليا، عشان السحر سحر بيتجدد. لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر، او عايزك تنتصري. سيب كل حاجة على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة، المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هذه الايام دي هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لان شايف شخص مقرب ليكم، فخلي بالكم وكون حذرين، بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك او طالع من بيتك مش كويس، انت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحة، في فرحة في ارض بيتك، عندك انفراجات حلوة باذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الامور هتتحسن معاك بفضل الله تعالى. عندك ما قلنا ممكن نقول فرحة، ارتباط او زواج او عرس لاحد قريبك في اهل بيتك. يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي داي خارج، ما فيش حدا قاعدة معاك مكتملة. ان شاء الله داي لك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كتير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب مليك، ربنا هيعوضك بإذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة اللي داية، شايف هنا وانتبهي، الفترة اللي داية عندكم خير، عندكم السكة فاضية، عندكم خير، عندكم السكة فاضية، حاولوا إن أنت تكسبوها. حاولوا انتوا تكسبوا هذا السكة، انتوا حاسين ماشي ان الامور معقدة امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوة، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشة في المتزوجين، مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقة، ضيق، نفور، واكثر هذا المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه مرتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في الم في العمود الفقري، والم في الرجلين، وزيادة الصداع، وزيادة التعطيل والنفور في الزواج. هذا من السحر، السحر كما قلنا يا أحبابنا في الله من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين، شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب، إن شاء الله فيها صلح بمشيئة الله تعالى. شايف هنا في محاكم أو في قواضي بينكم وبين حد او حد معين، لان شافكم بتخلصوا هنا، عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى، عندكم محاكم. شايف هنا في رزق دايكم وبشرى بفضل الله تعالى، فيها فرحة ليك. شايف هنا في غيمة، غيمة على وشكم،
الغيمة دي في تفكير، في غيمة، في تفكير، في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله في خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة اخواتنا في الله للرجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خذ اللي طابق ليك احبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف انها تتفتح قدامكم بيبان حلوة، هيكون فيها سعادة، فيها سعادة، فيها فرحة، يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا هيسر أمركم، ربنا هيسر أمركم وهيكرمكم، هيكرمكم بإذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليأس، طلع الإحباط، طلع الضيقة، طلع الخنقة، طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم مسببة لكم الأزمة والحيرة؟ انتم هتحلوه، هتتحل، هتتحل بمشيئة الله. انا شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه. لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت. كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيرة جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة، فيه الراحة ليك، فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى. هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجتك بإذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. خلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا يا احبابنا في الله اللي عندكم، كي تفتح معاكم الابواب، لان السحر عاملكم طاقات سلبية كبيرة جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم، مش كل الناس اللي تفتكروها احباب ليكم بيحبوكم بيتمنوا لكم الخير. كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم. يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حاجه للناس دي، اذيتك ليه، سحرتك ليه، هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم، مش حابين انت تكون متقدم بخطوات عنهم، مع انك انت ما اذيتهمش، ما عملت لهمش اي شيء، قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من